باتجاه أسينسيو، عرضية عالية، تغطية كانت، بعد ذلك محاولة عن طريق مندي في الأخير، تغطية تأتي والتعادل. هذا جول، هذا جول، 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 جول. ولكن هناك شك من جانب كوسباس الذي لم يشترك في اللعبة الماضية، وبالتالي هنا يأتي هدف التعادل. يشتت هذه الكرة، نعم 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 نعم، يعتبر ياغو أسباس مشترك في اللعبة، وبالتالي حكم اللقاء يلغي الهدف. الحكم يلغي، استلت أفضل، وهنا فرصة التعادل خطير، والفرصة ما زالت قائمة، لكن حارس المرمى إلى لوكا مودريتش، 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 الله على تسديدة، ولكن تصدي من حارس المرمى دي تورو، يتصدى لكرة لوكا. لوكا يا لوكا، لوكا، تمريرة إلى أسينسيو، بعيدة 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 بعيدة، كرة أسينسيو في اللقطة الماضية، تسديدة أسينسيو، هناك أيدو، 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 قطع الكرة، لكن هنا أسوأ تمريرة باتجاه جلال، عرضية، جول، 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 عرضية ترسل عالية، فرصة الهدف الثاني، تضيع من تياغو. أي سلتة نشاهد، أي سلتة نشاهد في هذه اللحظات، أي فريق يوجد. ميليتاو، 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 والتسديدة صدمت المدافع، عاد حولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية، تماس باس، يرسل كرة عالية، فرصة تاتيو، ضاعت فرصة الهدف الثاني، تضيع ياغو أسباس على قائمة، عرضية ترسل عالية خطيرة، هنا يدخل بها مباراة تشيلسي، هنا مرور، تقدم سقوط، ركلة جزاء، ركلة جزاء، نعم رودريغو هذه المرة. وفي وقت الحديث عن بحث فريق ريال مدريد، هنا يأتي القرار من السيد بابو مدريد النابض كريم، كريم، مندي، 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 مار مندي، تقدم، الركلة الجزائية الثالثة لفريق ريال مدريد، مع على التنفيذ كريم، جول، جول. ليس في كل المرات يا دي تورو، ليس في كل المرات يا ماتياس، قال